ما يركو ودومينت غري حلبا نادي غولا ديغانكا حتى مستقبل كودي السياسي هابو دلي واحد نقطة مش ون من جو كليجي با كعيارة دوردي هوس سلطان كماير كا ولي هانتي دوردي هوس عيلة دي ميجيبين لبس نضد بيكوني أفري أفرتنا قالوا هل كيلو رنش اللي حلفت أمي حلا أبوه ده هنجر كومارك ده بيسد شيل جيجز لقول أي دام صد كي مجال ده هرجيزة في سلم يدك تنوع يهاي أرادوا تقبل دبل تجاهل قش يستقشن كلو قبو ويس ويس بعد قولي ما نسايو طاح نوع يره أيا كادي ده يحرك برنامج بيكو ده يبو يدو أدوكم ما دليل بعد وحي ستاين ودلا دسو ما دامو هرجيزي أوبا عند إن ودوين لدسا ميانا حين هرمر سوكر كنا ورا السوق ومحو وجبتي بلدات كوشك وتلوب بهي واتها مو شيء ولا الكي لكن ما تقول ودينينا لبس إنك سوريكتي ما اللي يربى جوبي ما دب على قط هوري قوام حس سببته وحي وده جانو يسوي شيء ذي جه أيه هرت شراء إنت الله بده رم بما يرك أيه رسالة كاسان وصي عضينا يا وحارد مودي سياسي مركو هلاي أفيانك جارك أهم ما يرك ولكن جارهن عاصمة درجيسا حسيت يا فرتك يساعدوا ده يقدم بيسة كتجنيد أمورن نكا سوق واهنا كاسي أول حديدا أجدت كسوق كاسي وقريبا كم إذا كان حسيت اسمه يشا كلها سوق عبشر كمجين إن مسؤولين الدولة دوسي الدولة ده حيس كعشان يعني إنكار كود بدون كاسي هل بوله سوق الحمرية دي سيسو هذا بقى نور الدين إبراهيم أو عبد الدين وكم إذا سياسين تدلك أي حد جرب كي يجيب ده حليقا فردية نور الدين سودو حالا كسوق اسمه سوق واهن إيوه مور كان تاجن محله أنا كرا أكيد بس الأساس تكو قرنتة إن تن يجوب الشذي سوق واهن سوق واهن مور فربضان 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 بقى السعودي وحكروا شرتي إن إيانا إن ضد مساكين حلوه ذبابين شقدو ذي حرنتي جناح سقود يستاجي إلا سقود القفص ذي أو ضنا إن كركو ذي سقود هيستي فيصل سامر كتهي وقصب كل بحالة إن لو جدبون اعتمادا إن وحل غير حظو قفك مسؤول كأ مدرياش لا دورتي حلبانا لا دورتي مدحوناها لا دورتي حسبي هذا معارضك إيه دمان وزير هذا إمارياش إيه أجازيمياش تدك مسؤولين تحل كينو حينا حدان لا صحين أن لا حسابين وأن اللي دبق لنا دولد نمادو إن إنو رسم ما يسون سيدا ما كتها هو قصب حد بوحي سوكر لا إن إنو رتو أجو هرندو لستاغنو أو أين وحكر نحنو وحن دوني دور سؤالو دو إن بدن ليكو هذا الهيئ inaan bal isku dayo inaan si fiican u faahfaahin ugu jawaabo horta inta badan waxa la isku qabtaayo aad iyo aad loo hadalhay in la wax la mooday dawladdu inay laba kala tahay oo dawlad dhexe iyo dawlad hoose inay laba kala yihiin ay dadka loo fahamsiiyo marka waxaan doonayay dawladnimadu inay horta mid uun tahay laakiin si adeega la dadajiyo marka adeegyadii hoose ayaa lagu talagalay dawladahan hoose ee local governmentku inay qabtaan adeegyada wixii sarana إن الدولات دحى قبضه، مركز المملكة يدور دي مدو واحد أنا سميان، أذى كحاجة هوسة كإيمانية، يا كحاجة سرقة كإيمانية، مركي بوشدة كل مان، لكن سوى حندوني هرتين الشياقو، قود أهان هنتيد مجور تدقة، يدل كلية هي، سدد اسمه يا شاوردن، هرت واحد جبي أهان تذكر مسؤول وتاردها ولها قود، حفيز كدولات هوسة، حفيز كمدحويني، كل جبارلمان، محكمة سرقة، كلها بنجية دا، لما أنتوا عدي أدوا إنجشيهين. waxa weyn dawladda dhexe iyo wasaaradda hawlaha guud qaybinteeda dhiseenkeeda wixii laba iyada leh kaliya wax lagu kala duwan yahay maamulka marka iyo hadalka loo isticmaalayo sida daraadeed marka maamulka iyo isticmaalkii ayaa adeegyadii ay dawladdu bixinaysay qaarna dawladii hoose bixinayaan qaarna dawladii dhexe bixinaysa hadaba sariibada waa heen hangarkii sariibada loorin jiray waa heen wuxuu kamid yahay meelaha adeegyadoodu ay ku xiran yihiin dawladaha hoose marka tan iyo markii ay masiibadu dhacday waa la siyaasadeeyo waxa laga dhiginayay shaqo ay dawladda hoose leedahay in dawladda dhex ka qaaday horta taas ma jirto waa qodob iyo waa taa hadaba hadaynu u soo noqono xaaladan imika taagan waxa la isku hayaa wadada suuqa dhanka bari ka soo gasha qof kasto reergisi garanayo ee mise jaamaca oo cabirkeeda lagu qiyaasay 60 ilaa 70 inuu balciyadu yahay dhererkeeduna uu yahay ama 80 ama in ka badanba in la hungureeyay suuq laga dhigayo laba wado yar yar oo 80 mitir ana harra comfort iyo wqooyiga laga marinayo inta dhaxana si ka sii kala jeeda laga soo saarayo taasa soo baxday halka la hungureeyay la bakhaareynayo la suuqeynayo wadadii la mariyay ugu weynid ee muhiimka ahayd ee dhanka bari suuqa ka soo gelisay hadba waxa ayaan daraa ee in xil dhibaano fara badan oo 7 ama 8 gaariyo dhamaantood aan taawaday xil dhibaano oran maayo halkan waxa xaya afun mudanayaal horta goliyaasha deegaanka
شخصيات كانوا دورني ما هحل دبانو قول ديكان إيه وام مدنيال قول ديكان وحنا قول ديكان حسنا دينو وتلقى قاعدة هو تحل دبانا معها تايضا إنه كسرنا فلنا معها سيد عمر كتير هذا بقوي كحلي دمانتود سيابك دوم بيجو حلي وحقوم مهم سنة الله بشخصي وحنا كسو قاعدين يحل دبان ويوا وحش شيء إن قريو كتير سريبة دواهين أي مول كيس سريبة الرهاعي كل وين يقال كله صاريو نحرك هالكو يلا وحالكا وحكلو يقول لك حل ما يزين عمريري انو شيقي قضب مهيمو اح اوري لبيتو منكا قولي موادين تاسي اي لهاير امي كبوي كتران مولك حلوغا سارو هورت بوغدا دودو وحالكا حالكا يقبتين قولي هي ميشو كتران وكو محالو جيني حالكا والبا تالي نو مشيقن تاسي حالكا سي هورتا تالا حدبو حا يرا حدبو جيرتو نساس رو ايان دراء تدبو حل لبان اسكر ويوا سيكاوي ee jamaal ee maxay toolay umar yare ee ina umar yare dhamaantood inay horta kood hadleen waxa horta muuqatay maamul xumada golaha deegaanka Hargeysa in isudu barbar yaaceen oo aanay xeer iyo nidaam eegin ka fulina aanay eegin awoodi shaqada aanay garinay protocolki aanay lahayn ayaa horta halka ka muuqatay shaqo xumadooda dirtoodna waa waajibaadkood iyo masuuliyadoodii ay dayacantay umadina lagu dhacayo taas waa qodob qodobka kale jirta waxa weeye oo yana meesha yaalo oo soo korday oo qodobka labaad arintii xira dhifta muhiimadu waxay tahay hadaba anoo xira dhifta u soo noqonaya markii laga hadlayay wadadan bariga ka soo gashay mayor ku xigeenku wuxuu yiri wax la iibiyey ma jirto xildhibaankii goola deegaankuna ee wi waana ee gacanta ku hayay ee suuqa ugu qorsheeytay wuxuu sheegay in dadka meesha geeniyeen waa isburin iyagii ba isbeeninaya marka waxaan leenahay bal isu tago oo قول الديكان باتيري بل أمضى عيبتن كداي أو موقف نديسن ولي ماذا تاسوا قضوا ياسين عمران صن غنا يايو ياسين يا عبد الكريم حرير قارا كان حيا بانو ملاينيا وحجارنا وي وداعان واتصو بعد دون تاي وحي وداعان وي سو تشيري يا أيه هرت تشرا إن تعلم بدور ربما ما يرك أيو رسالة كاسانو سي عضينا يا وحارد موديس ياسين مركو هلاي أفيان كقارا كأهم ما يرك إنو يهي تاسو وا تاسو واحد مودا ادي ماير كوردن انو كقاداي غبدي موادينا دهيد اي عبتاي اي ماير كورتقتي اي اني ماير كارتي انو شيكتي وخوري ماي اركين حد كللي ولا اركي فؤاد ما هي وعبد الكريم ياسين ما هي وعبد الكريم يازين اللي ما يازين ما هي وحوي واحد وا ماير عبد الكريم مركا وخلي ماي اركين تانا هلكاس غبدي كوبيناني مركا اسوغ واحد مودي انو الباني سيغارو ويدينايو ومسؤولية دردودي يقولها هديجانك توردي دحي كل عيري ونل إريه وليبا وكسر رفنايو وحن نحرك وكسر ورنايا حرق نفتينا ومقنع تنو ومقي حد بقى أرنت كلام إيش تعلم دوني إذا كانوا فمن حوي حير نمبر 17 حير نمبر 23 لما أنت حير كسمام لك قبل ذي دقمويك يا حير كمام لك دوك أنت وحي شيء جيان يعني. مام لك دقمويك لك أيليهين مرك اللي يبينيو إن لا بركريو قولا ديغان كفي ريستو حير لغا سو سارو شرعي الله بسميو ديبيت أمد الله برد نقول لكاسي كوي هيك اللي يبيني عدي كو قولي تمكا تالي تاسي ما يدعين إيجي با ينوشيكي قولي ياشي ديغان كو واقضب وددان إمي كانا إيجي با هالكان اسكو برنايا نيو مركا هالكا ديباتو وين باشر تا أو لقرين ايو تدكين وحي مودا مساكين تاها اي سوقو كو قوتي اندو شو دكو بدلو قو عيارا ايو تدكي لو دورتي ay dareenka dadka ka ganacsanayaan laakiin si dhab ah aan wax u qabanayn markaan aanu ku qasbanahay inaan arimaha aynu ka hadalno qodobka kale inta raacinaya waxa weeye taanad ka bixin dawladdu hoose inay wax qabatay oo horumar soo kordhisay oo dawladdu hoose hore ay wax badan kaga duwantay miyaad qabtaa mise ma qabtid waxaan qaba dawladdu hoose Hargeysa tan inay tahay tii ugu liidatay anigu ray ahaan kan qabo waxaan Faisal oo in yar oo kooban ku soo qaadaya ani article maanta dunida laga qoro waxaan maxay tolay la soo qaatay diyaaradda oo halka dhigay 1988 in shaaraha Hargeysa maraysi waxaan ku soo qaadanay dawladdan hoose isaga ka horreysay institution oo weyn baa dhistay waxa kamida in wadadii daamurka iyo lagu sameeyay gacanta iyo foosada isku shiilay laga guuray in warshad dhan oo maanta asfalt la sameeyo iyagu ku shaqeeyaan oo warshada buurta kala jeexanta la soo kordhiyay waxaan kaloo sheegay institution ka weyn ee dabdamiska la yiraa in dawladdu hoose hore soo kordhisay wali kuun waxba soo miy kordhin waxa jirta federal ka yarban salaaka soo qaadanaya يا زين بأمر وير قرير يو سو دارين كذا كذا حسيه خلاه وحمان قبنا وحقبت كي كان لقوه هيستا ثان أنا ورك يين وهالك هكذا بين شيء جاي وحلي نين حيران حاس سبوا لها أيادتك دور سبوكو
dadku wax weydiisan jiray dawrsi buu ku dhanaabi markii dambe nimana saaxiib yihiin adoo balaayso tagno oo ninkan saaxiib keenay aynu xoolayno ninkii baa la xooliyay nin baa soo arkay buu haayo si fiican buu shaqaystay markii uu si wanaagsan u shaqaysto soo dadaalay ilaahayna intii la qalab qabtay ayaa dadku markii yimaadaan isaga la martiyo isna maadaama baahida soo arkay dadkii muu cadaadinay waxba u dhiibaa hadaba cudur baa ku dhacay ninkiyo dadkii wuxuu dhibay buu sheegsheega marku kulba mid arku yiraahdaa ka hebel ha shalay buu shaxaado wax baan siiyay kana hebel niyo anaa gacan qabtay hebel waan u dhisay halkaasuu la maraa maalintii dambe ninkii lacagta ugu badan isaga ku caawiyey ayuu yimid markaasuu yidhi ninkaa hebel saaxiibkiin wax baan siiyey ninkii baa intuu ku qusay buu war hebel wax dadka siiso lama yidhaahday wax baan siiyey ummaddaa ku sheegi laakiinse ma ogtay buu yidhi anigu inaan ahay hantidaan haysto kii ugu badnaayay bixiyey yata ninkii uu naxo uu aamusay sadaqay haydo ilaahay dartii bay haydeen hadaba dadka waxaad tirtaa hasheesheegi wixii aad qabataan wax qabadkiina ummaddaa ka mara kici dadka taariikhda u kala markhaati furi ka ganacsigan dareenka dadku wuu soo dhammaan doonaa qowlka iyo ficilkuna way siman doonaan iyadaa ka wadbi dowladda hoose hargeysa wax allaaliya waxay ka duwantay dowladii hoose hargeysa ma jirto dowladii hoose hargeysa caadiga ahayd baa imika soo noqotay dowladii hoose sulteelka maayarka ah weli hanti dowladda hoose ay leedahay may iibin laba sannadood bi kuwani afar iyo afartan aqaloo halkii loodhan jiray xeer dhifta ama xeer aboode hangarka oo marka dambeysa jiilkaygiisa lagu la'ayay waddadii weerarada bariga ayay maanta su'aal ka taagantay nimankii hore waxaynu ku maagaynay boloodho la qorsheeyo dan guuda sulteelkiya tiimkii hore kuwana dhismayaalbaa ku maqan dadka haw sharaxaan sida loo iibiyo halka loo maray wii waa ka socon mayso madaxweynaha naga codsaday codsiga madaxweynaha maxaad golaha deegaanka u keeni weyday maxaad xildhibaanada u hordhigi weyday maxaa loo burgareyn waayey su'aashaasaa u baahan in la weydiiyo wariyeyaashuna ay weydiiyaan ta meesha taalla waa taa arrinta kale jirta waxa weeye maayarku wuu dominate gareeyey xildhibaanadii golaha deegaanka xataa mustaqbalkoodii siyaasiga ahaa buu dilay waxay noqotay meeshu one man show keligii baa ku ciyaara xataa waxay ahayd in maxay ahayd hoolay goolahu uu noqdo goole si wada jira u shaqeeya xataa markuu hadlayo maayar ahaan buu hadlaa ka gool ahaan uma hadlo hadda soo garmays marka iyagana waxaan leeyahay waarniyo doorkiina qaata oo idinku isu yimaada oo sikawi iyo yaziinow aadna dowladda ha difaacin aadna maayarka ha difaacini idinkoo goola deegaano waxay ummadda idin dooratay ka turjumaya dadka baahiyahooda iyo wixii laynoo dirtay iyo mas-uuliyaadkiina kaalaya qaata kaasi waa qodob waa qodobka labaad waxaan leeyahay maxamed kaahinyo wasaaradda dowladda dhexe waxaan aad xidheen xeerarkan fura golayaashan deegaanku ha tartamaan meesha qofyaanu yeelan ninkan xildhibaankii kursigana kursi uu leeyahyaanu noqon qofku markuu qaldama ha la bedelo kii berberi cabasha ka taaganta oo in la furo la doonaya oo toban sanna inay cidin fadhiya aamiin baa labaatan sanna gibili fadhiya ismaaciil xaajinuur baa fadhiya meesha idinkaydi curduduubantay dadkii iyo xildhibaanada ha isku duldelinay golayaasha deegaanku cidda ay doonayaan inay doortaan ha loo furo qayla ka taagan burco xildhibaanadii halkani soo wada tuban yihiin goolayaashu way shaqayn lahaayeen markaa halkan bay dowladdiina kaaya ku curduduubantay markaa muusiye maxamed kaaya waxaan leeyahay dowladdii dhexaadiid ku dulbaqtay tii hoosana yaana ku dulbaqtay shaqsiyaad ku ilaalinaysaan marka ma waxaad rabtaa inay noqoto kasoo dhaadhac aan markayga fuulay inay naga noqdaan dowladdii hoose kolba maayar cusub dhowrkii biloodba ay xukumaan golayaasha deegaanka waa laysla xisaabtamayaa meeshan waxaa jooga maayaro cid allaaliya cid xisaabinaysa aanay jirin hanti dhowrkiisagu magacaabaya xildhibaanadiina qaar yeelanaya shaqaalihii dowladaha hoose gaar u yihiin oo kuu doonana xil u dhiibanaya kuu doona guddoomiye degma ka dhigaya kuu doona agaasima ka dhigaya si ay taasi meesha uga baxdo oo mudanayaashii dadka ay doorteen awood u yeeshaan oo ninka maayarkii garto xildhibaanna inay ka dambeeyaan ayay taasi muujinaysaa ma ahayga deg markayga qofka sabab la-aan lagu bedeli maayo waa la sababaynaya wax lagu bedelayo marka waxaan leeyahay meeshan inamadan yaanay yeelane xeerkan ha la furo cabdikariin axmed mooge nuuriddiin aad baad ugu celcelisay iyo yaasiin cumar yaro ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka ma ogeyd cabdikariin in golaha deegaanku ay maayir u doorteen una xilsaareen inuu afkooda ku hadlo ku faana waxay qabteen golahoodii deegaanka iyo xildhibaanada qaarkoodu yaasi ka mid yahayna haddiiba ay taageeraan waxqabadka maayirka iyo golahooda maxaa ku jaban wallaahi anigu waxaan u arkaa inuu markay hadlayaan maamulkaasi maamulkii ku horreeyuun inay caayaan waa cashuurtiinni bay yidhaahdaan waxaanaanu qabnayn ilaa maantana adeegoodu horta wadduu dhaafilaayay waddadaa ay dhiseen weli inoomay sheegin maxaa contribution ah oo dadka ka yimid oo laydinku deeqay waa kow maxaa cashuurtii magaalada hargeysa ah waa laba maxaa g b l g-ga ka yimid waa saddex dowladda dhexe maxaydii ku deeqday waa afar maxaa dayna oo aad qaadateen waa shan iminka anigu xoogahan helaya waxaa ka mid ah waddada ka timaada sayladda ee adna hormarta
محمود هبيه سي احمد طقع سكو مرته بنكي السلام با كو كلا دولته حسين كا قادته مالنتي 4500 دولار ان بنكي سيان ارمها سو كلا ددك لو سو بندقا به وخا كلو مهمه دغموين كسدي عشرو ويمدان ان ددك لو سو بندقو اول جون وخا سا كيميد كودبور وخنا كيميد احمد طقع وخنا كيميد جعلي بخ وخنا كيميد مع الهارو وخنا كيميد انت سو ودا لو علي تاسريده مش متال وخا كلو كو شيغيا هل اديق با لغا هلا وقوته لم صدقي مجال ده هرجيزة في سلمي دكتور نوع وياي أرادوا تقبل دبل تجعل قش قشن كله قوة وش وش بعد أول ما نسايو طاح نوع وياي أيها كادي ده يحر كبرنا بيكو ده ديا بويدو أجيب قصون قم من ها هرجيزة لم صد وحبك ما يخون وكو واحد يسانتيشكم مشك يسوى الله با وصدح قيبتي حساباتك يا فين أسكو سيدي لدوني ومشك يا الله ما يقانو ميزانية ده يدخل كدولة ده خاصة محي دولة ده خاصة دولة ده خاصة هوريك كدوين تاعي أفبالي إنه لهور تاعين يا أبني شارنمو مش شقينس والله بس رضوت بالله قامصلا ولا قيمة ولا حساب تمية وحبي يعني جبن تذكر هوري مادن هو شرحان وعكوي هوري كجدوي يو حقبتين إيه مسك كيلو متر بهر جيت الله قدر سوى ضع بلدان كويدية تذكر ما يقعنا أزوج ما دليل بعضه حيس تاعين وضل لدسه ما دام هو هرجي سي أبا عند إيه ودوين لدسه ميانا حين هرمر سوكرني دليل أمه حيس سوى سوكرني وأنا وحمر كهرب اسمه لكن وحدوني يا وحقبت قبل عارن إنتن وأنا فانجلي waxyaabaha kale fiisro inoo ognahay waxa kamida ilaa hadda ee dalay gubashadii suuqa waxa cid looma soo bandhigin iyadoo maanta labisana laga joogo sababtu suuqu u gubtay qasaaraha inta la igu dhacay waa laga aamusay afka laga xidhay shib dawladda dhexmsad hoose isu geeyay labadooda waxa kala saari laakiin eeda waxa si rasmi ah u siilay dawladda hoose hargeysa ayaa eeda leh iyadaale iyada suuqa maamulaysay adeegyadan hoose iyaga bixinay ilaa hadda cid weydiisina ma jirto warbaahin ahaan ما حافظ رول بين تسمعنا رمي ويدين مايرك سوق محو جبتي عبد الكريم ولا السوق محو جبتي بلدت خوشك وتلوب بهي وطها مو شيء ولا الكي لكن ما تون ويدينينا لبس إنك سوريكتي ما اللي يربى جبي ما دب على قطورة هو ما حس سببته ما كساو اللي بيجي الأماني عضيك هذا وقوي هذا الحال مسؤولية ترى إلا ما ترمي لكم شيء يقول شدي سوقه إن أنت وضد في سلوك العلسان كوشي جيه إن حاشي إلى هاي هون حارسته markii uu aha maayirka hargeysa dagaaladii miinada iyo xashiishku ay isleeyeen laba cagaf ee magaalada lagu xaaray wadooyinka lagu gurtay oo waliba xun oo faqish laga xaray haddii eegto awl cilmi cadbale abdirahmaan cadami cali asad dhamaantood wada way dhiseen oo wadad jiciir xaafada waaweyn buu abuuray jiciir ay xawo xaafada fuluuje la yiraahdo maxamed moogi waxaas oo dhamaan iskuul waaweyn sidii dabloge ee degmada maxamed heebi اسكول محمد موجي إيه محيط ولاي إن إم سي إتش محمد موجي سلقي محمد موجي وحات كده سيروح لقيت شعر بارد سي ولي ما ضرق سقو ملاها لا عيار يوسف وراي دولدن هو سهر جسيم كنا حي علاس كثر تعبه إنا سمي ستح في سور باهنيد أميريها هذا كده مركا وحوي إن نهلكي رونالدين هي كبد عياري يوريك كهلا يورستاي تي بي مريسا ما قرنا سدولد هوس وقت بوح كوشي جي وتضع وحلاقي سي يدو فوستي دامر لبوش يلا أو شقالها كشقيا daamur ku inta gobol diir ka saara lafta ay wadooyinka hargeysa dhismaayeen maantana waa asfalo waxa dhigaya qalab casri ah kuwana dawladda hoose ku horeeyay baa soo kordhiyay su'aashu waxay tahay saddexdii sanadkii saddexaad baad ku jirtaani maxaa adeeg cusub ee aad soo kordhisay iyana waa su'aal marka walaalow imi kale wixii ka dambeeyay waynu xisaabinaynaa waxa soo dhanba yaala abo maasinti waa hagaag horeysiga intaasaan ku soo koobayna waa 40 fi familia. Asalaamu calaykum.